السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أقدم لكم فكرة حلوة جدا على السحور في رمضان أو فطار في الأيام العادية. الناس اللي بتحب تاكل حلويات هتتبسط جدا جدا بالوصفة دي، والناس اللي عايزة الوصفات اللي من غير فرن وتكون صحية تعالوا بسرعة نشوف المقادير السهلة جدا. بصراحة ما خدتش معايا أي مجهود خالص، والمقادير بتاعتها إن شاء الله تكون متوفرة عندك علشان تقومي تجربيها على طول. اي نوع تفاح، تفاح احمر او تفاح اصفر او اخضر، انا هستعمل تفاح احمر باعتباره يعني بيبقى موجود. كوبايه واحده من الشوفان المجروش، فانيليا وملح وقرفه، بيضه واحده، معلقتين كبار من العسل النحل الطبيعي، معلقه صغيره من بيكنج باودر، كوبايه واحده من الزبادي، دي كوبايه كبيره حجم 170 جرام، وزبيب على حسب الرغبه. ولو انتوا بتذاكروا ايام الامتحانات انصحكم تحطوا زبيب لانه مهم جدا. التفاحة ممكن نقشرها او ما نقشرهاش على حسب رغبتنا ونبشرها، ودي تقريبا يعني اكتر حاجة اصعب حاجة في الموضوع كله. بعد ما بشرت كده التفاحة في المبشرة، المقدار ده هيديني 12 واحدة من البانكيك الصحي. طبعا انا مقلتهاش في المقادير، بس عصرة الليمون بتبقى كويسة مع التفاح عشان ما يسودش. احط بقى بقية المقادير، هحط كوباية الزبادي، البيضة، هحط كمان معلقتين كبار من العسل النحل، معلقتين على المقدار كله. فطبعا هي ما بتبقاش مسكرة قوي ولكن طعمها حلو جدا، عجبتني جدا. الفانيليا ورشة الملح ورشة القرفة، ممكن نكتر قرفة شوية لان طعمها بيبقى حلو جدا جدا مع التفاح، قريبة جدا من فطيرة التفاح والكلام ده. وديها تقليبة، وبعدين نشوف بقية المقادير هنحطها. المقادير ان شاء الله هسيبها لكم مكتوبة في اخر الفيديو علشان تاخدوها سكرين شوت وتقوموا تجربوها. هحط حوالي معلقة من الزبيب وكوبايه من الشوفان المجروش، لو انت عندك الشوفان الحبه الكامله اطحني نص طحنه، معلقه صغيره من البيكنج باودر، وخلاص كده ادي كل المقادير. مش ناقص بس غير انا بقلب قمتي تعملي حاجه حلوه من غير ما تقعدي بقى تعملي خلاط وتتعبي نفسك. مفيش حاجه اسهل من كده ولا اطعم من كده، الحقيقه طعمها حلو جدا، وخصوصا لو انت كلتيها دافيه كده حلوه جدا. ده شكل الخليط زي ما احنا شايفين. انا عندي اللي هي البتاع السيليكون دي فعايزه اجربها، وهنعمل ان شاء الله برضو من غيرها. ما توقفيش الوصفه على حاجه. كل الموضوع اللي انا دهنت الطاسه عندي، ممكن تدهنيها بزيت جوز هند او نقطه كده بسيطه من الزبده، وحطيت فيها البانكيك دوت ووزعته. لو هتلزق شويه تحاولي تنزليها بالمعلقه زي ما احنا شايفين، جميلة جدا. ولو اي حاجة شكلها يعني عمل شوية ممكن ترجعي تظبطيها تاني كده بالمعلقة، لان هي بتبقى لسه مستويتش 100%. هغطيها واسيبها بقى تستوي شوية. بعد حوالي دقيقتين كده على نار هادية خالص، خلاص كده هي استوت. طيب الناس اللي ما عندهاش اللي هي السيليكون دي بتعمل ايه؟ هتدهن برضو الصينية او الطاسة اللي هي تعمل فيها مسحة بسيطة كده، وبعدين توزع فيها الخليط كده زي البانكيك العادي خالص، وحدات كده. وبرده احنا مهدين النار علشان عايزاها تستوي من تحت وفوق، وهغطي عليها برده مش تاخد في ايديكي حوالي 3 دقايق. هتطلع لك حوالي طاستين او 3 طاسات، طبعا مقدار كبير يعني، بيضه واحده وتفاحه واحده، كوبايه زبادي واحده، كوبايه شوفان واحده. شوفي طلعتي قد ايه، وبجد ريحتها دلوقتي. انا عايزه اقول لكم ابني دخل عليا في الوقت ده قال لي يا ماما انت بتخبزي ايه، انت فتحتي مخبز هنا؟ ريحه القرفه مع التفاح مع الشوفان حاجه ولا اروع من كده. يعني محدش بيتمنى حاجه وهو بيحافظ على صحته او بيعمل دايت احلى من حاجه زي كده. وبجد اللي هيجربها فعلا فعلا هيحس قد ايه فعلا هي جميله، وممكن يفضل يتسحر كده او يفطر كده كل يوم. يعني انا ذات نفسي من اول ما بقيت اعملها عايزه افطر كده كل يوم، لانها فعلا مشبعه لذيذه طعمها حلو، ما بتمناش حاجه اكتر من كده. شايفين عامله ازاي؟
ولو انا مثلا ولادي عاملين فطار عادي يوم زي كده فطرنا بيها كلنا، فطبعا جميله جدا. زي ما قلت لكم السعرات الحراريه بتاعتها قليله، كمان صحيه ومشبعه. بالنسبه بقى للولاد يعني هحط لهم شويه عسل عليها علشان برضو يحبوا طعمها، دايما الولاد بيحبوا الحاجه مسكره اكتر شويه عننا، والعسل طبعا صحي ومفيش مشاكل. فالطبق القلب ده هديه للولاد، والطبق التاني ممكن اكله انا وجوزي. طبعا بقى قدمي معاها اي فاكهه فريش، ولو ولادك ما بيحبوش الفاكهه وحطيتي الفاكهه مع حاجه زي كده هيحبوها، هيحبوا ياخدوا قطمه كده من الفاكهه وقطمه من البانكيك، ده صحي جدا لذيذ جدا. انصحكم ان انتوا تجربوه لو عايزين تحافظوا على صحتكم وتبعدوا عن الحاجات اللي فيها دقيق ابيض وفيها سكر ابيض. شايفين عامله ازاي من جوه؟ لذيذه جدا يعني، بجد مفيش حاجه اروع من كده. واللي جرب الوصفات اللي قبل كده يكتب لي تحت في التعليقات ان هو جرب، ولو عايزين وصفات تانية تكون صحية برضو استنوني ان شاء الله وصفات صحية. مش هنغلب مع الدايت او رجيم، ومش هنحرم نفسنا من حاجة. متحمسة جدا لوصفة النهاردة لان مستنية يعني رأيكم. هي عجبتني جدا وعجبتني هنا في البيت، وبقيت فعلا معتمداها على الفطار، وان شاء الله في رمضان هتكون هي سحوري وهديني كده طاقة وهيخليني مبسوطة. مش عايزة اروح للحلويات اللي هي بتاعت رمضان اللي بتبقى دسمة شوية، دسمة كتير يعني. دلوقتي دي المقادير مكتوبة، تقدري تاخديها سكرين شوت. زي ما قلنا نقدر نضاعف المقادير ونعمل اكتر من كده، نقدر نعمل واحدة كبيرة في الطاسة مثلا، ممكن دي تعمل 2 كبار المقدار ده، وناكلها كده ونستمتع بيها جنب كوباية اي حاجة من غير سكر. يبقى احنا كده حافظنا على صحتنا وخدنا الحاجة اللي احنا عايزينها، وفعلا مناسبة جدا لناس كتير. اتمنى ان شاء الله ان هي تكون عجبتكم النهاردة، واشوفكم على خير في فيديو تاني، ومع السلامة.